السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم. هذه واحدة البورت باتونت، فيها دفة واحدة، فيها دفة واحدة، وزاد أصدقاء كيسقسيوني عليهم مرة ملي كتكون دفة واحدة وكتكون عريضة مثلا 3 متر ونص 4 متر، كيلقاو بعض المشاكل ملي كيركبوا موتور واحد. فهذا المثال هذا غنشوفوا هذا بالتفاصيل. هذا المثال هذا فكما كتشوفوا هذا الباب، هذه عريضة فيها شي 3 متر وشي حاجة، هذا شي 2 متر ونص تقريبا، عريضه ودفه واحده. هيدا فيها تقريبا شي 3 متر وشي حاجه، على 2 متر ونص تقريبا، هيدا ولا نعبروها بمتر وشوفوها بالضبط شحال فيها. هادو غالبا كاين اللي كيعمل لهم موتور واحد وكاين اللي كيعمل لهم جوج موتورات. انا فهاد الحاله هادي جربناهم جوج ديالهم، مثلا العرض ديالها فيها 3 متر تقريبا و30 وشي حاجه، هنايا 2 متر و54 تقريبا في العلوم. فالباب عريضه وغادي تركب فيها الموتور، موتورات اما موتور واحد ولا جوج. في الاول درنا الموتور واحد في الوسط ولكن ما عطاش نتيجه مزيانه، الباب ما كتزيرش والباب ما كتبقاش تمشي، الا وقفتيها غير بديك شويه كتوقف، وكذلك في التزيير ما كتزيرش مزيان. عملنا لا موتور هيدروليك والو، جربنا كاليبسو 400، عملنا جوج، درنا واحد الفوق منه باش نتيستيو ونجربو. كما كتلاحظوا هنايا باقي كنصاوبوا لي سيبور، هنا في هذه الحاله هذه لي سيبور خصهم يكونوا قد يعني، ما يكونش زايد واخا ميلي، ما يكونش زايد على اخر، ويكونوا سيبورات صحاحين بزاف، يعني الا جبرتي ما دير ليه الصح غاديرو، سواء في جهه الحيط ولا في الباب. الا كاين شي رونفور هنايا مع هذا الحيط هيدا بحال دابا هيدا مزيان يصحح باش ما يتحركش السيبور مره. السونترال اللي درناه هو هذا، هذا فيه حتى لاكاش الكتريك، في بعض الاعدادات اللي هي متقدمه على اخرين، زايد الاعدادات على 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 ايزي جوج اللي كيخدم جوج موتورات. بالنسبه للبارتي ميكانيك، الموتورات قلنا خصهم يكونوا مسودين في يعني في نفس العبار، ما يكونوش مديكانين على بعضيتهم باش الموتورات يتحركوا مع بعضهم، يعني يدخلوا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم، يكون ما يسبقش شي واحد لاخر. وخدموا مزيانين جوج الموتورات في هذا الباب، هذه جربناهم خدموا مزيانين، يعني كيمشيو مزيان وكيزيروا الباب، يعني ديك الشيء مزيان. الا بغيت نزيدوا الغاز الكتريك نزيدوها، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن جوج الموتورات دابا هذا كاليبسو 400 كيدي الباب ويجيبها مزيان وكيسدها مزيان، واحد الفوق واحد لتحت، هذا واحد في الوسط كخصو يزيدها هو شي شويه ديك الموتور، هذا غير باش كنجربو وصافي. وهنايا عطات النتيجه مزيانه، احسن من كاليبسو 600 واحد اولا 500. هادو جوج موتورات كاليبسو 400 في الباب ديال 3 متر تقريبا وكدا 30، كما كتلاحظوا الباب كتشد مزيانه. الا شفنا بقى مرخيه شويه نزيدوها كاش الكتريك. هنا في هاد العبارات هادو خصهم يكونوا قد يعني في نفس البلاصه اللي غتسودي في السيبور ديال الباب، يكونوا قد باش كيمشيو الموتورات قد بعضهم، باش الباب ما تمشيش عوجه، سينو هاد الباب غتمشي لك عوجه، واحد الموتور غيدفع اكثر من اخر، وفي اخر غادي واحد في السد نعاود اخر غيجبد اكثر من اخر. وكيف ما كتلاحظ النتيجه هي مزيانه، الباب كتسد مزيانه، احسن ما نديرو موتور واحد هيدروليك زايد في الثمن، والنتيجه ماشي ما كتكونش مرضيه، غالبا ما كتكونش مرضيه. هنايا غادي نزيدو واحد لا سيغو الكتريك باش صافي. في السونتر ما نساوش نحيدو ديك لو طون ديال الروتر ما بين الباب الاولى والباب الثانيه، ديك الديلي ديك الديكالاج ديال الوقت اللي كنديروه ما بين الباب الاولى والباب الثانيه، هذا كنديروه في الزيرو. هادشي ما كاين اخوان،